حالة جوية تمتاز بالغزارة في بعض الأماكن، متوقع أن تؤثر في أجواء مدن جنوب البلاد ومنها مدينة البصرة وأيضا باقي مدن وسط والفرات الأوسط كذلك. الحالة الجوية اللي حاليا مؤثرة هذا اليوم الخميس تقريبا تبدي تقل شدتها اعتبارا من ساعات المساء. يوم الجمعة إن شاء الله يؤثر علينا منخفض آخر حاليا متمركز على أفريقيا، راح يتقدم علينا ويبدي تأثيره خلال ساعات نهار يوم الجمعة. الأمطار راح تكون شديدة في مدينتي ميسان وواسط، هاي المدينتين عليهم أن يأخذون الحذر من غزارة الأمطار وكذلك من سيول متوقع أن تجينا من جهة إيران باتجاه شرق واسط وميسان كذلك. أيضا هناك بعض الغزارة متوقعة في البصرة في بادية الجنوب، كذلك غزارة متوقعة في بعض مناطق من الفرات الأوسط خلال ساعات مساء وليل يوم الجمعة. أيضا هناك بعض النشاط الأمطار تكون يصاحبها البرق والرعد على فترات، لذلك الحذر من صواعق البرق، نحذر من تأجيل السفر برا وبحرا خلال ساعات ليل الخميس ونهار وليل الجمعة. أيضا الحالة تنتهي تدريجيا خلال ساعات صباح ونهار يوم السبت. مناطق جنوب البلاد هي وكذلك واسط هي الأكثر تأثرا بهاي الحالة، أما مناطق شمال البلاد فهي الأقل تأثرا بالأمطار. هذا